فقرتنا التانية مشاهدينا راح تكون استكمال لموضوع طرحناه من فترة، وهو ظاهرة الرجل المسكين. وبناء على أسئلة أكيد لقيناها منكم، راح نرجع نستكمل هذه الحلقة بجزء تاني مع ضيفتنا ريما دروبي، مدربة المهارات الذاتية والتنمية الاجتماعية. صباح الخير ريما. بونجور تمارا، نحن هلأ قليل ما نعمل حبوا جزء الموضوع تاني، إيه؟ حبوا الموضوع قليل نحن ما نعمل جزء تاني، بس الموضوع فعلا مميز. وهذه الظاهرة موجودة مثل ما قلت أنا صح وذكرت سابقا، بس نحن عم نضوي عليها وزادت أكثر صح وأكثر بسبب عوامل عديدة، أبرزها أكيد الواقع اللي عم نعيش فيه حاليا ومواقع التواصل والسهولة الاجتماعي والسهولة وإلى ما هنالك. ويمكن هيك زيادة الألاعيب عند الرجل، يعني حنصدقه بعد شوي إنه مسكين. صح انه مظلوم. صح ليكي تماري، هلا اليوم نحن رح نضوي على مش بس الرجل والمرأة كمان، صحيح بس شوفي رح نختصر شوي انه هيديك الحلقة حكينا عن الرجل، ظاهرة الرجل المظلوم او المسكين يلي بيلعب هيدا الدور تيقدر يفوت على قلب سيدة او صبية صغيرة بالعمر حتى يحصل عليها، لأنه مرتبط متزوج ما بيقدر إنه يفوت بعلاقة، فبيلعب هيدا الدور وبيقدر فعلا يوصل لقلبها وبيصير فاتح علاقتين، علاقة برا البيت وعلاقة جوا البيت. نعم. أول شيء بدنا نركز عليه ريما بهيدي الحلقة الحجج اللي بيصير بيحكي عنها الرجل، إنه مظلوم ومسكين، كرمال هيك سميناها ظاهرة الرجل صح المسكين، مش مرتاح ببيته. والشيء الأخطر والأبشع إنه بيصير بيحكي على مرته وبيطلع بعد الحجج ليتحجج فيها أكيد، ويكون ايه عم يصطاد بتصيد صح المرأة 100% أو الفتاة. صيد. نعم. اليوم شو دور المرأة بحال عرفت انه زوجها عم بيحكي عليها بهيدي الطريقة؟ هلا تمارا مش في شغله، اذا عرفت او ما عرفت، اذا عرفت او ما عرفت المراه بهذا الضوء انه جوزها عامل علاقه او لا، انت قصدك عن المراه مرت الرجل يلي عم يلعب دور الرجل المسكين. اوكي رح خلي هيدا شيء لانه في منهم بيعرفوا منهم لا لا، بس الموضوع اليوم الاهم هو انه نحن حكينا عن ظاهرة الرجل المظلوم أو المسكين، إنه كيف بفوت على قلوب السيدات بحجة إنه هو مظلوم ومسكين بالبيت، وإنه زوجته ما بتهتم فيه، وإنه ما بيلاقي نفسه، فمشان هيك بيفتح العلاقة الثانية برا البيت مع سيدة بيقدر يسيطر على قلبها من خلال دور الظلم يلي هو عايشه. إنما اليوم بدنا نحكي عن دور المرأة يلي عم تلعب معه هيدا الدور. يعني نحن عطينا الرجل، حكينا عن الرجل كيف بيتصيد، كيف بفوت على قلب المرأة. طيب بس هالمرأة يلي تصيدها برأيك تمارا ما إلها دور؟ في إلها دور. أكيد. أوكي؟ يعني المرأة يلي الرجل راح وقال لها انه انا مسكين، انا مظلوم، انا مش مبسوط، اوكي بتسمع هيدا الكلام بالاول بتكون مجرد اصغاء، بعدين بتنعجب بالكلام الحلو يلي هو عم بيقول لها اياه، كلام مخادع. اي بس حلو بالنسبه لها، ما بتقول كلام مخادع، بتقول كلام حلو، وبتعرف نحن السيده بتعشق من الكلمه الحلوه يلي بتسمعها، فبتنبسط بهالكلام وبتفوت هون معه باللعبه. اليوم بدي ضوي على دور هيدي السيده اللي فاتت معه باللعبه، هل برايك ما لها دور؟ لها كل الادوار. يعني اذا انا بدي اعتبر انه هيدا الرجل فات على قلب السيدة من خلال انه هو مظلوم ومش مبسوط ببيته، طيب بس انت كسيدة او كصبية صغيرة بالعمر او مش مراهقة، يعني صارت اكبر كبيرة، ليش قبلت تكفي المشوار؟ هلا هون في كتير بيقولوا لك علقنا، صحيح نسمع كتير وقعنا وعلقت بغرامه مشان هيك مش قادرة اطلع منه. انا هيدا الشيء اللي بدي اقول لهم اياه، ما فينا شيء نقول ما بقدر اطلع منه، ربنا خلقنا عنا عقل،
فهون بدي حط كمان هيديك الحلقة قلنا الملامة على الرجل. اليوم للأسف بدي لوم المرأة. نحن منصفين وجهنا تحية كمان للرجل. وهون أنا بحب أذكر نحن ما عم نعمم بس الظاهرة موجودة. أكيد عم نحكي عم نحكي عن الظاهرة. نعم. تمارا. نعم. وكل حدا بيعرف أنا موجودة هيدي الظاهرة اللي هو فيها. نعم. يعني هالظاهرة اللي عم تقطع فيها بنعرف انه موجودة. يمكن مش على الكل بس انه موجودة. صحيح. اوكي. فهون دور المرأة يلي عم تسمع الكلام الحلو وعارفة انه هيدا الرجل مرتبط. شو بيصير؟ شوفي شو بيصير. بتنبسط المرأة وبتحس انه هي السانتر تبع هيدا الرجل وبتحس حالها انه بس السانتر تبع العالم كمان. صحيح. هالقد بتنبسط بهيدا الدور. انما وين الخطأ الكبير اللي بتوقع فيه المرأة؟ بتصير تساعده كمان على ابعاده عن زوجته. للأسف بتصير شو بتسمع اخبار انه مثلا مرته ما بتحب ما بتحب تعمل اي شغله معينه، ما بدي ركز على شيء، هي بتصير تفرجيه العكس. نعم. حتى تفرجيه انه هي اهم من مرته. او بتصير تلعب مثلا دور انه هي دائما المهفهفه النظيفه على طول بالميك اب ومرسمه ومرستقه حتى تفرجيه شوف صورتي وشوف صوره مرتك. بصير هون للاسف تمارا بتصير هي تشده كمان لها، بتصير هي تلعب الدور. نعم. يلي هو لعبها معه مع لعب هيدي اللعبه معه بالاول. نعم. يعني بصير في تبادل للعبة، بصير في ظاهرتين. بتصير هي المرأة. نعم. يلي عم بتشده وتاخده من عائلته للأسف. نعم. يعني شو فينا نعمل قدام هيك اشياء؟ هون الملام اليوم على المرأة اللي عم بتفوت بهيدا الدور. بعدين ما حدا يقول انه هي وقعت بالغرام وانه هي مش قادره تتركه. طيب اذا وقعتي بغرامه مش قادره تتركيه، بدك تفرجيه انه انت اهم من مرته ليه؟ او بدك تفرجيه انه انت هالقد حلوه دائما ومثل ما انت ليه؟ اشتغلي انه يبعد عنك، ما تشتغلي انك تقربيه اذا انت فعلا ما بدك اياه او بدك تحاولي تبعدي عنه. نعم. انا اليوم بدي اخذ دور المراه وبدي اقول لك اذا فعلا قدر انه يصطادها ظاهرة الرجل المسكين، الرجل اللي بيتمسكن وفعلا قدر يصطاد امرأة كانت عازبة أو حتى متزوجة، وهذا الشيء أكيد عم نشوفه موجود بكثرة بالمجتمع. عم بيقدر. والامرأة مثل ما ذكرتي كمان أنه بتحب تسمع كلام جميل، انغرمت من مجرد حكيه. اليوم ما فينا كمان نكون عم نلوم المرأة، كيف فينا نكون عم نساعدها لا ما تكفي بهيدي القصة اللي هي من الأساس بدايتها غلط. أوكي. أول شيء تمارا بدي أقول شغلة، عم بتقولي ما فينا نلوم المرأة بهاي اللعبة اللي عم تنلعب، نحن عم نلوم الاثنين، عم نلوم يلي بلش وعم نلوم يلي ساعدوا باللعبة. نعم. يعني نحن ما عم نلوم بس المرأة، لأنه دايما الأخطاء اللي بتصير الاثنين هن داخلين فيها. لان اذا انا المبتدئ انت كفيتي معي. صحيح. ليش؟ صحيح. اوكي. فمن هون بس الملامه تتكون واضحه، الملامه على الاثنين. بس ما حدا برجع بكرر ولا مره تقلي ما قدرت اترك وتعلقت، انت عم تخربي بيت، انت عم بتفوتي على بيت وتفسخيه، عم بتشتتيه، عم بتشتتي هالبيت يلي ربنا بنيه. طب النساء اللي بيقولوا لك تعلقنا واللي بيقولوا لك حبينا، شو بتقولي لهم؟ كيف فيهم يكونوا عم يتخطوا؟ اوكي. تمارا هن تعلقوا وحبوا لانه حبوا اللعبه. نعم. وياما حتى بيصير في اوقات بتلاقي هالانسانه. نعم. هالمراه يلي حبت رجل مرتبط اوكي متعذبه، منا مبسوطه. أكيد. لانه مش قادره تعيش حياه طبيعيه. وياما قلنا بهيديك الحلقه في صبايا منهم متزوجين وعاملين علاقات مع رجال مجوزة. نعم. أوكي. بس مش مبسوطين لأنه يمكن الرجال المجوز عنده أولاد وعنده عائلة وبآخر الليل بفوت عند عائلته. صحيح. هي عم بتفوت تقعد وحدة لأنه ما تزوجت وما أنجبت أولاد. صحيح. فما فينا نقول أنه هن مبسوطين. مشان هيك هون اللي بدي أقول لهم دور عقلنا يا جماعة، دور العقل ربنا عطانا عقل تنستعمله مش تنحطه زينة.
مثل ما بقول لهم لما بعمل اللايف بقول لهم هاي مش مهلبيه، هيدا عقل. نعم. مش لزينه، هيدا تنستعمله. ما في حدا ولا ممكن امن انه في حدا اوكي ما بيقدر يقول لا لاي شيء، واللي ما بتقدر تقول لا لانه هي ما بدها تقول لا، لانه هي مبسوطه بهيدي اللعبه. نعم. وبالنهايه كمان مخدره، انا بعتبرها مخدره. مخدره لانه بيرجع تنقول زعلت من هيدا الرجل، ولا اليوم ما نام عندها، راح نام عند عائلته. بتزعل تاني يوم الرجل باتقانه للعبه واتقانه للكلام الحلو اللي بيسمعه للمراه، بيرجع بيغريها من جديد تاني يوم وبيراضيها بالكلام الحلو يلي للاسف بترجع هي بتتخدر مثل ما قلتي بهالكلام وبترجع بتنتعش عن جديد. انا عندي هون سؤال، ظاهره الرجل المسكين هيدا السلوك هل فينا نحلله انه هو اضطراب شخصيه او تكتيك اجتماعي بيتبعه الرجل؟ شوفي تمارا، انا دائما بقول ربنا خلقنا رجل وامراه. نعم. خلق المراه بمواصفاتها، يعني شو ما كانت المرأة بتلاقي بيصبه بنفس القالب اللي هو متطلباتها وحدة. وخلق الرجل كمان شو ما كان الرجل بتلاقي متطلباته وحدة أو مواصفاته وحدة، بيختلفوا هلأ واحد كريم واحد بخيل. إنما مثلا لما بحكي عن الصيد، هيدي مواصفة كل الرجال بحبوها. صحيح. ما بتسمعي تمارا بيقولوا انه اذا بدك تعلقيه تكبري عليه وفلي. ليه؟ لان كل ما بتتكبري على الرجل بصير بده اياكي وبصير بده اياكي، لان هيدا تكتيك الصيد تبع الرجل. فاذا ما فيني اقول له اضطراب الا اذا كان يلي مثلا عنده كتير هاجس، عنده شي مرض هاجس بتعدد السيدات، تعدد العلاقات وتعدد العلاقات الجنسية. نعم. يعني مش عم بيكون في عنده سيدة وحدة يظهر معه. أوكي؟ يلي عنده هالقد عدة علاقات، ايه فين نقول عنده اضطرابات، عنده مشاكل نفسية، ما عم يكتفي بقى من وحدة. إنما اللي عنده بس وحدة تيعمل توازن خارج بيته تيقدر يروح يعيش الحب ويعيش المغامرة خارج البيت، بالبيت بيجي على الاستقرار وبرأيه اللي هو بيسميه النق والروتين. بعيش الروتين والنق بين قوسين، أهم شيء إنه مرته بتنق. على فكرة أنا هون بس بدي وجه كلمة إنه المرأة ما بتنق، المرأة هون رح أنصف المرأة بهالشغلة، المرأة ما بتنق بالبيت عزيز الرجل، المرأة لأن هي عم بتدير البيت. تماما مثل مديرك بالشغل، بدي وبدي وعمل هيك وجيب هيك هيك. لأنه ليه بس المرأة تموت أو تفل أو يصير لأي شيء بيخترب البيت؟ صحيح. بيخترب. إنما إذا الرجل انفقد من البيت، البيت بيضله ماشي مثل ما هو، لأنه هي الإدارة. والإدارة أكيد الموظفين بيقولوا إف شو بتنق وشو بتطلب. طيب كيف بدها تدير بدون متطلبات وبدون أوامر وبدون ما فيها؟ ما فيها الإدارة هيك بدها. ولما الرجل بيرمي كل الإدارة على المرأة، ما في ساعتها هون يلومها. نعم. هيدي دفاع عن دفعنا شوي عن المرأة. بما أنه عم نحكي عن هالظاهرة وعم نجرب نفهم أكتر وشرحتي لنا ريما، اليوم قديش العصر اللي نحن عايشين فيه ساعد بتفاقم ظاهرة الرجل المسكين؟ قديش الرجال بيعدوا بعضهم، قديش مواقع التواصل الاجتماعي، قديش بصالونات الرجال بيصير في تفاخر إذا كان هو مزوج وعلق امرأة سواء عزبة أو متزوجة، قديش هيدي الظاهرة تفاقمت بظل هالعوامل اللي عم نعيش فيها اليوم؟ كتير 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 فعلا، لأنه صار في السهولة، ما بدنا ننسى السهولة. صحيح. ما بدنا ننسى الطرق الخداعية اللي بعيشها بالبيت، أنه يا تليفونه مطفي يا تليفونه مبروم بينقلب، يا باسورد ما بينفتح الباسورد. هيدي أنا كتير بتزعجني تمارا، أنه أنتو كامرأة وكرجل، لأن ما ننسى نحن قلنا عن الاثنين، حاطين باسورد عمين على كادر عائلتكم، عإطار العائلة، انتوا عائلة ولا اعداء؟ حاطين باسورد على مين؟ هيدا السؤال اللي دايما بيستفزني. فالمهم الاساليب صارت اسهل تنقدر نخدع شريكنا.
إن كان مرة وإن كان رجل. يعني التليفون اللي بينطب حتى ما يبين مين عم بيتلفن، أو اللي بينحط سايلنت على طول، أو اللي بتطفي البطارية أو منزوع، أو كتير إشياء. أو لما بفوت أنا بتلاقي العيلة قاعدين بس كل واحد مركز على تليفونه. هيدا ظاهرة صرنا عايشين فيها. فصار في سهولة كتير، وطالما في سهولة، طالما أنا مرتاح، وطالما أنا مرتاح يعني أنا صعب انخدع، صعب سوري انمسك، ما رح تمسكني زوجتي. وكمان للمرأة اللي هي كمان عم تظهر مع رجل كمان نفس الشيء. أوكي، فطالما في سهولة وأنا مرتاح، طالما أنا قادر إنه وسع أكتر هيدي العلاقة. وما تنسي هلأ في ظاهرة كتير مهضومة، مهضومة مع عم كز على سناني، انه نحن مجوزين بس هي بتظهر وحده بتسهر، وانا بظهر مع اصحابي وحدنا بنسهر. صار في شرخ او انفصال بين معتبرين انه معتبرين تمارا انه ايه نحن هالقد عايشين الحريه لدرجه انه نحن لا بعدنا وكانه ما تجوزنا. اول شيء لما بدك تتجوز ومش شبعان من حريتك رجل وامراه، ما تتزوجوا، ما تتزوجوا، لأنه ما بعرف وين الرابط العائلي، وين الرابط المقدس اللي بيجمعكم كعائلة. أنتوا صرتوا عائلة، أنتوا بطلتوا قاعدين بفوايه كل واحد أنا اليوم ظاهرة مع أصحابي وأنت اليوم صحيح. مع أصحابك. ما بعرف يمكن يقولوا عني متخلفة أو متأخرة، بس أنا هيدي نظرتي. في رابط مقدس، إذا مش شبعانين من حريتكم ما تفوتوا بهيدي الطريق، طريق الزواج يلي رابطه مقدس. نعم، انه نحن صرنا عائلة. اليوم ظاهرة الرجل المسكين، هل الرجل المسكين هل ممكن بمطرح من المطارح بوقت لاحق انه يشعر بالذنب، او مجرد لعبة يخلص من اللعبة الأولى بينتقل للعبة الثانية؟ عادة لا، ما بيشعر بالذنب، بس بيشعر بالخوف، بيشعر بالتهديد، بصورته يلي بيشعر بصورته يلي انكسرت قدام زوجته. لأنه عادة الرجل تمارا بيبقى شايف حاله أنه أنا القائد، أنا اللي بصرف على البيت، أنا اللي عاملكم كل شيء، أنا اللي جايب لكم كل شيء. أوكي، فعنده هالفخر انه انا الرجل. لما تمسكه زوجته وعامل علاقه برا وبتمسك حقيقته، بيشعر بالخجل قدامها. اوكي، انما مش بالندم. بيشعر بالخجل وبحس بده، يعني تعرفي هي ارض انشقي وبلعيني هيك، انه كيف صورتي انفضحت. بطلت الرجل المثالي. وعاده في كتير الاكثريه من الرجال اللي بيتقنوا، بركز على كلمة بيتقنوا، كيف يعملوا علاقة برا البيت بلا ما زوجتهم تحس، بيكونوا أذكى الأذكياء، وبيكونوا معيشين نسوينهم إنه هنك أنا كرجل أنا الصورة المثالية تبع الرجال. مشان هيك في كتير سيدات بتقول إيه كلهم بيخونوا إلا زوجي، بدل ما دام خافي من زوجي. نسمعها دايما هيدا. وفي شغلة تانية بأنه عم نحكي، عم نفصل تفاصيل هيدا الظاهرة للأسف عايشينها وسمعناها وإجانا كومنتس عليها. بمطرح من المطارح في كتير منا صح. المرأة بتكون عارفة بخيانة زوجها وساكتة لسبب اللي هو المجتمع حواليها، الأولاد، خربان البيت. يعني هيدي الحجة اللي دايما هيك بنسمعها. شو تفسيرك لهذا الشيء؟ تفسيري في نساء بتبقى متعلقة التعلق المرضي برجالها. هيدا التعلق اللي ما عليه، بكرة الله بيوعيه، بكرة الله بينوره، في هدول حجج وما بتواجهه. أنا بدي إلا أنا مع المواجهة، لأنه يا ما في مواجهات بترد هالرجل يمكن لبيته، بتخليه يوعى. لأن طالما أنا مثل الولد تماما يلي بيظهر بيلعب بالسر مثلا بأي شيء ممنوع قدام بيته، وطالما أمه ما عم تلقطه، طالما هو بيوسع أكتر، بس مرة أمه بتلقطه بينضب وبيفوت بصير يخاف. نفس الشيء عند الرجل، ما تخافوا من مواجهته. بتقلك إذا بواجهه بيتركني، خليني عاملة حالي مش عارفة تيضل يجي على البيت. وفكرة إنه هي عم بتريحه نفسيا،
ما هو مش لأنه مش مرتاح نفسيا، هو لأنه تماما مثل الولد الصغير بده يظهر يلعب ويرجع يجي على البيت. نعم. اليوم بما انه تركيزنا بالحلقة هو عن المرأة والنساء، كمان في عنا يعني عم نحاول قد ما فينا نفصل هيدي الظاهرة. في عنا الرجل المسكين المظلوم، بس اللي ما بيحكي عن مرته، ما بيحكي عن عائلته، هيدا شو تفسيرك لإله؟ هيدا من أخطر أنواع الرجال، نعم، يلي ما بيجيب أي تفصيلة وأي كلمة عن عائلته لأنه عامل حساب خط الرجعة. وفي كتير تمارة ممنوع تبعت لهم أي كلمة شات، أي كلام، ممنوع تبعت أي مساج، لأنه بيحفظ خط الرجعة، وهالقد بتكون صورته مثالية ببيته. نعم. يعني عنده المثالية أنه أنا رجل المثالي اللي عايش رجل بيت، منتبه لأولادي لزوجتي، حاميهم، اوعى حدا يقرب، انما انا بحق لي اظهر العب برا. نعم. بس بلعب بطريقه متقنه، بتقنه يعني. نعم. بس هدول برجع بقول اخطر الرجال، انتبهوا. صحيح. اليوم المراه الزوجه اللي بتكتشف خيانه زوجها وعلاقاته المتعدده، وبتعرف كمان انه هو رجل عم يتمسكن، عم يتخبى تحت ذريعه او حجه انه مرتي بطلت مثل قبل، هول الحجج اللي حكينا فيهم قبل، هول قصص بطبيعة الحال بيخففوا شأنا أو أبينا من ثقة المرأة، خاصة إذا كانت المرأة مهزوزة ومعرضة لخيانة وعارفة بالوضع. اليوم شو بتحبي تقولي لها؟ شوفي، في النساء يلي بتسامح وبتقلك مثل ما قلنا قبل، بتبقى معلقة برجالها وبتقلك خلص، وفي النساء يلي بتقطع نهائيا. نعم. أوكي، مشان هيك أنا ما فيني أقول هن حسب هن شخصياتهم كيف، لأن إذا بتقولي لشخص سامح وهو أبدا رافض ولا يمكن، لأن هيدا الشيء نابع من جواتها. أكيد، وفي بس احنا النساء بدنا نعزز لها الثقة بنفسها، أكيد لأنه هول العبارات أنا اللي اللي أنا حجج. بقول لهم واجهوا، ما تخافوا، يعني واجهوا إنه أنا بعرف إنه أنت عندك علاقة برا البيت، ومن بعد هون يمكن فعلا هالرجل، ما عم بقول تحمل سيف، أنا ضد حمل السيف، أنا ضد نهائيا حمل السيف. أوكي، ما تحمل سيفة وخلص أنت عندك علاقة. ما ننسى إنه المرأة يلي عم بيعمل علاقة معها خارج البيت هي عم بتشده أكتر، صارت لعبتها إلى هون، صارت لعبة المرأة العشيقة، يعني هي اللي صارت عم تلعب هالدور وتشده أكتر صوبة. فأنت كامرأة بهيدا البيت، صاحبة هيدا البيت، عليك توعيه، عليك، لأنه الرجل فعلا هون بيضيع، عم بحكي جد، هون هو بيضيع بيضيع بيضيع، بصير عم هيديك معها حق وهي أم ولادي معها حق، بيضيع، بينفسخ اثنين، ما تفكري انه بيكون مرتاح، صحيح، بيوصل لمطرح بيتعب، انما مش مثل ما قلنا الاحساس بالذنب، لا، بس بحس بالتعب، مشلوخ اثنين. نعم. اوكي، فانا على انه تنوره زوجته، اوكي، وتقول له انت واحد اثنين ثلاثه انا عرفت باللي عم تعمله، بس مش تحمل السيف، انا ضد السيف. وهون بدنا نقول للنساء، المرأة بتكون عدوة المرأة بهيك حالات. أجمل كلمة، المرأة عدوة المرأة بهيك حالات، خاصة بهالحالات، إذا ساهمت بكتير حالات بخربان البيت، بتصير، على الرغم من أنه صح؟ بتسمعي بعض الأصدقاء بتقول إذا هو اللي بلش، إذا هو مصمم على هيدا الشيء مش مشكلتي. بس نحن بدنا نوعي ونقول للسيدات أنه إذا فعلا المرأة بدها توقف حد المرأة، ومعتبرة أنه المرأة ضعيفة بالمجتمع وبدها تسندها، هيدا الشيء ببلش من هيدي المواقف كمان. طبعا هون مثل ما قلت، المرأة بتصير عدوة المرأة، بتصير هي العشيقة، تحرض الرجل على زوجته. يعني ما بعرف بيوقف الكلام هون، لأنه ما في أبشع من هيدي الصورة. أنت كامرأة مفروض تحسي معها، لو شو ما كانت، لو منك عارفة أنه هو عم بيخدع وعم بيقول كلام كذب، لو هو عم بيشوه صورة مرته، انت مفروض تعرفي انه انت عم تاخدي رجل عم تسحبيه من عائلته وولاده. فما فيك تعادي المرأة يلي هي قبلك، اللي هي اساس هيدا البيت، وتحرضيه، بتصير تحرضه انه يطلق، بتصير تحرضه عليها، بتصير تحسسه اكثر بقلع عيبة، كمان
بتصير تحسسه اكثر بقلعيبه انه انا الاهم، انا اللي مريحتك، انت خليك عندي، شوف انا قد ايه فرشت لك الارض حرير. نعم، يعني ديما نحن بنتمنى الظاهره ما رح تزول اكيد، إن شاء الله. بس نتمنى إن انه تخف على قد ما بنقدر ظاهره الرجل المسكين. نتمنى اكيد نكون وعينا بما يكفي الطرفين، الرجل والمراه كمان، لانه المراه ضحيه، ونحن هيدا الحلقه ضحيه بس عندها دور. تمام، نعم عندها دور، عندها دور مهم اكيد، ونحن عم نوعيها على هذا الدور. انا بدي اشكرك على حضورك معنا اليوم ديما دروبي، ونتمنى اكيد انه نكون قدمنا افاده من هالحلقتين هالجزئين للمشاهدين، وعلى امل اكيد انه هيك يكون في صار توعيه ووعي، ويكون هالمواقع التواصل الاجتماعي اللي نحن عايشين فيها نكون عم نستخدمها بحجه ايجابيه، بحجه منيحه، لانه فعلا عم تخرب بيوت. شكرا لك. صح مشاهدينا، رح نكون مع فاصل اخير وبنرجع.